وسهلا. والموضوع اليوم كمان رح يكفي عن علم انتو بتصير تشوفوا شو الحسد والسحر وفك الشفرة كود انديكو. بيقول امكم الارض وعمتكم النخلة، الارض والنخلة واثنين انثى. العمة اخدها من وين؟ من اهل البيت، من صلب الذكر ولكن انثى، انثى من صلب ذكر والارض. شو هو هالعلم؟ اذا نحن فينا نتعلم ونتشفر على هالعلم، ذكر وانثى، ميل في ميل، الامرأة من رجل ولكن فيها رحم، نخلة. شوفوا النخلة طبقاتها وشوفوا العمود الفقري اللي عندي، 32 عظمة، هيك حية طاقة الذكر والانثى. هال 32 بظهري، 32 مسطحين هون صدفة، 32 و32 كل العلوم بهالجسم، كل علمهم. ما بدنا كتاب، بس الكتاب بيرجع بيذكرني، بقرا وبتذكر، بقرا وبشوف الحس والحدس الانتويشن. المرأة عندها حس أكثر، الرجل عنده 1 و1 2، المرأة 1 و1 11. بتعرفوا اللي أخذت ورقة يا نصيب؟ قال لها كيف ربحتي؟ قالت له شفت 1 و1 11، خط 11. قال له 1 و1 2، قالت له مين ربيح؟ ربحت هي بالحس اللي عندها، بتحس قبل ما يوعى الطفل بتقوم. ليه؟ لأن هي عم بتشغل الإحساس. البيت جنيني لحد البيت، الرجال عنده جنيني بعيدة بس بيكون من جنينة الماما، بس الرجال والماما يصير عندهم أولاد بصير عيط لها يا ماما، وهي بتعيط له يا بابا، مثل الولد بنلحق بنصير اولاد، وبس يصير عندنا احفاد بننهبل اكثر. بنرجع العمر اللي ضيعناه نحن وصغار، بتلاقي البابا بيحب اصغر ولد عنده، واذا كانت بنت بحبها اكثر. ليه؟ بده الانثى اللي فيه تكبر. هيدا هو التوازن يلي بخلي الانسان على ميزان، ميزان العدل مش ميزان الجهل اللي عم بيصير، في عدل وفي عقل. اعقل شو لازم نعمل تنقدر نتوصل ونتعرف. هيك بدنا نقرأ كتاب الثورة بين إيديكم صار، كتاب الخفايا، كتاب الأسرار، وهيدا الكتاب. رح ننزل كتاب عن السحر وعن الجسد، وإن شاء الله كل أسبوع عندي وقت أقدر حط كتاب وعلى الموقع. ولكن هالكتب عم تنبع من القلب، بتمسكوا قلم وورقة وبتكتبوا، لو خرطشتوا هيك وبتكتبوا بإيدكم مثل الولاد، وبتقعدوا تفكروا وبتشوفوا. شو لازم نعمل تتقوى فينا؟ موجودة. Nothing to discover. ما بدنا نكتشف شيء. ما في شيء جديد تكتشفه تحت الشمس. بس انتبهوا، ما بدنا نكتشف. اليوم عم نقصر كتير بحق جسدنا وثيابنا وهالعري اللي عم بيصير، مش لأنه غلط وصح. القبائل كتير عايشين عريانين. أنا عشت معه، ما قدرت تكون عرياني، تكفنت. بحطوا لك كفن، بيضلوا صبيعك تقدر تحركه وإجريك بتتكفن، بس تموت تندفن مطرح ما مت بالمنطقة اللي انت فيها، بيفتحوا جورة بتموت. بس عندهم كل الحكمة وكل العلوم. وقت اللي سألتهم ليه ما عندكم دين وما عندكم نبي، هاي صغيرة قاية اسمها الأرض، قالت لي ما نسينا الله، طيب بعث لنا أنبياء. انتوا نسيتوا الله، بعثكم أنبياء، نسيتوا الأنبياء والله، ولحقتوا أغبياء وميل عبد الله. وأمريكا بدها تاخد هالمواقع، ما عم تقدر، عندهم طاقة غريبة ما بيقدروا يفوتوا لهم. كلنا عم ندافع عنهم تما أمريكا تفوت، يعني العلم والمال والاغتصاب، الفكرة والمادة والأرض، هيدي واحة بعدها موجودة، وفي واحات مثلها موجودين تحت الأرض. ما تخاف، برزخان لا يلتقيان، في تحت الأرض في ناس ساكنة هونيك. بولاية أوهايو عم بيفتحوا ولاية تحت الأرض حتى يخبوا مستندات وأشياء، حتى بشر وعم بيعملون تحت الأرض. كيف نحن بنعمل تحت الأرض جراجات ومنعيش فيها؟ في ناس بتعيش تحت الأرض وفي ناس بتعيش بدون نفس، نو برانا. راجعوا صورة الكهف. بس هالعلم وهالأسرار ما عم تطلع لا للصغار ولا للكبار، كل واحد هو بده يكتشفها ويتعلمها. فيكم تجيبوا معلومات
من قلبك بس عبر مجرات تانية. واليوم موجود الكتب. شو هو أفضل العلوم اللي فينا نتعلمها حتى نقدر نفهم هاللي عم تحكيه يا مريم؟ قول عم نقرأهم بالكتاب منحس إنه الحقيقة، بس كيف بدنا نحنا نعيشهم؟ علم واحد، علم الماء، المعمودية، بتروحوا على الجانج تتحمموا، والوضوء. مع كتاب عن الوضوء، ميت شكوشي حطوا باليابان اسمه دوين دوين. هالوضوء نفس الصور اللي بتشوفون كيف بتغسلوا ايديكم واجريكم ومن الكوع وبالنازل. اذا بتشوفوا الصور شو عم تعملوا لما بتكونوا عم بتغسلوا؟ نحن لا بنتشطف لنا ومنلقلق مي وين ما كان ويمكن مش عم نفكر ومنروح. لا، مرة إذا عملت وضوء بالنهار وين ما كنت، تقعد وحدك تاخذ نص ساعة بتشتغل عليهم، بتمشي مسارات الجسم، الإجر بتنسحر وبتنحسر، الإيد، العين، الأنف، حواسنا كلنا. شو لازم نعمل؟ كل الظهر، كل الصدر، كل النفس. هيدي نقاط، افتحوا كتاب الحل بين ايديك الدكتور ميشيل حتي وتعوا على بيت السلام ادرسوا بتشوفوا. الاسبوع القادم عندنا الدرس، تذكرت تذكركم وذكر نفسي، من 9 لل14. فاذا كل واحد منا كيف بتنامي؟ هيدي اليوغا نعم هي علم النفس، علم الجسد، علم الذات. فاذا كيف بدي انا اقدر اغسل جسمي؟ بدي اتعلم الوضوء بالعلم، بدي اتعلم شو يعني لساني. شوفوا هيدي الاوفولا، عاده الاوفولا عند الرجال اطول من المراه، بتمثل تيستيكلز والبينس الأعضاء التناسلية. اللسان أطول عند المرأة من لسان الرجال، بتحكي أكثر لأنه طاقة أنثى، هو طاقة ذكر، هو رحمه خارجي أنا رحمي داخلي. فإذا وضوء المرأة غير وضوء الرجل. المرأة فيها تصلي ببيتها، أنت بدك تصلي مع الجماعة الكتف على الكتف حتى تمنع. في أصوات وأحرف أنت عم تعمل وضوء بتقوله، هون محطوطين باللغة الأجنبية، انت فيك تعرفهم باللغة العربية. القعدة كيف تقعد؟ في طاقة، هيدي اسمها هارة أو اسمها صلة الأرحام، ما بتموت فينا، بتضل موصولة فينا كلنا صلة الأرحام. في عنا مقامين، كل السبع مقامات، لا إله إلا الله الرابع، محمد رسول الله السابع، بالمسيحية اليهود الله، بالإسلام شريعة وطريقة. فإذن الوضوء بهيدا الكتاب الدؤين بتشوفوا أنتوا عم تتوضوا من دينيكم، من الوجه، شوفوا شو بصير، الأنف، التم، الدينين، العينين. فإذن كل هيدا علم الوضوء نحطه بباب العلم. كلمة وضوء حلوة كتير، حتى هالكلمة بلغات كتيرة. شوفوا بس تخلصوا من الوضوء شو بصير، تنزل طاقة السماء علينا وبتطلع طاقة الفرش، أمكم الأرض، عمتكم النخلة، تطلع وبتنزل وبيبلش الطاقة تبرم. بتشوفون في ولاد، بتشوفون بتلاقي في نور عند الماما، عملت وضوء وصلي. مش بالضروري صلاتك تكون بالشريعة أو بالطريقة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية أو البوذية. الصلاة صلة، وين موصولة وكيف موصولة؟ النور واحد، الحقيقة واحدة، لكل قوم لهم لسان. إذا بتفتحي تفاحة، شقوا تفاحة، لو معي سكين قصيت تفاحة، بتشوفوا فيها مثل رحم الإمرأة. حضروني بكرة هلا بقص تفاحة، بتشوفي إذا قصيتيها بتقول يا الله شو هي. فإذا الوقت اللي بيقول بالإنجيل حواء وآدم والتفاحة، هيدي رمز. إذا الوضوء المي بتفك الرموز،
بصير في عنا طاقة ذكر وأنثى، وأنثى وأنثى من الذكر، عمتك النخلة من صلب أبوك وأمك. نحن بس واحد بده يرقي بتقولي أول شيء من عين أمك وأبوك. الأم بتحسد وبتسحر لأنك أخذتيها وعطيتيها. أوقات بتقولي ما بدي حدا ما بدي حدا، قال له بالفرس، قال له ندفنوا الفرس دفن الأوادم. وقت له بتقافي ألف دال تركعي وبتسجدي. آدم يسجد، السجود بشيل الاستكبار، الأروغنس. الاستكبار هو 55% من أمراضنا ومن الحسد. وقت بنحكي بلبنان بنقول إيه أنا كنت رايحة على السوق، نجينا من كلمة أنا، بس كنت رايحة حتى نجينا من كلمة أنا. ما ضروري نجينا من كلمة أنا، هيدا خوف. بس الأنا الصغيرة موصولة بالأنا الكبيرة. وقت قال المسيح أما أنا فأقول لكم، ما كان يسوع الناصري، يسوع المسيح عرف حاله ممسوح بالله، الله عم يحكي من خلاله مش هو. فإذا ما يكون عندنا خوف، الخوف بخلي أول ضربة تجينا على الكلى والمتانة وأعضائنا التناسلية، ومنخلف أولاد مرضى. أكثر أولادنا اليوم مريضة من جيل إلى جيل إلى جيل. الأجداد كانت دينيون كبيرة وعندهم شحمة دينة، هلأ أولادنا دينيون صغيرة وبترجو ودينيون هيك وما عندهم شحمة دينة، وبناتنا الصبايا عم بحطوا حلق هون 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 هون، بمجرد عم بتفخطوا دينيكم وبتحطوا حلق شو عم بيصير؟ الجهاز العصبي انضرب. بتلاقي معظمهم حاطين حلق وحاطين بريسز على السنين، وظهرنا ملوي وكعب عيلة وتيبنا ضيقين. ومنين الله بده علينا رش ونحن عم نعمل هالغش ومنين معدش؟ ننتبه. إذا بدنا صحة، بدنا صحوة، بدنا جلوة، بدنا خلوة، بدنا عزلة، لازم نعرف إنه هيدا الجسد أمانة، ذكر وأنثى، أرض ونخلة. فإذا بدنا الكتاب، بدنا ندرس. رجع بذكركم بالأمة العربية ما في مدرسة إلا بيت السلام ومريم نور. للأسف وبعدني حزينة وعم بجرب، إن شاء الله يطلع بسوريا بلد مركز هاي، لأنه المال ما بيجيب المركز ولا الأرض ولا أي إنسان. الوعي، الوعي بيعمل مراكز. والوعي إذا 5 أشخاص عندهم هالوعي، عندهم هالعشق لهالعلم وحقيقة، هني لحالهم صاروا مركز. ربي بيسخر لهم، بيعطيهم أرض وبيعطيهم مال وبيصرف علينا، بس بدنا الوعي. نحن منطلع بالجيبة وحد الجيبة. كل اللي عم بيشوفوا العالم مال مال ورأس مال، شوفوا كيف بيناموا، شوفوا أهل القصور هني أهل القبور، شوفوا أغنياء العالم كيف عايشين، شوفوا أغنياء العرب، شوفوا وضعنا وين، شوف كيف كلنا ما بقى عنا خيار. فورد أول سيارة عمل 1000 سيارة كلهم لونهم أسود، وقال له نقي السيارة أي لون بتحب، صار أعمى ما بقى يشوف. فإذا ننتبه على علم الألوان وعلم الحرية والاختيار. وقت اللي قال له لشعب اليهود أنتم مختار، كلنا مختارين، كلنا شعب الله المختار. أنا مختارة بهالعلم، أنت مختارة بهالعلم، أنت عندك شو المختار؟ كل واحد مختار. نفهم الكلمة بمعانيها وبطبقاتها اللامتناهية من مدد إلى مدد. مش أنه أنا هلأ اليهود هن 3M people، mind, money and media. حكموا العالم، بس حكموا العالم بالشر، بدها تنقلي في خير أقوى. وقت الأمريكان وترومان، يا الله لك ملا اسم أنه الإنسان الحقيقي، وقت اللي قال لهم أن يزتوا القنبلة الذرية على اليابان، هيروشيما وناغازاكي، شو عملوا اليابان؟ درسوا علم التوحيد، إن عندهم علم التوحيد، وتدون على أيام زمن الحبيب سلمان الفارسي، دون علم الفراسة وعلم الطبقات وعلم السحر، كل هالعلوم مسجلة ومدونة والعرب عندهم إياها. إجا على أمريكا تيشكروا الأمريكان، وجابوا معهم تشيري تريز. هلأ اللي موجود بأمريكا حول البيت الأبيض، شو عملوا؟ حوقوه حول سور من تشيري تريز، الزهر الأبيض، شجر. شو عملوا فيها؟ حتى يقولوا للبيت الأبيض نشكركم، ولا بقى ترموا قنابل ذرية رح ترجع لكم، نحن بنشكركم تعلمنا. وفي بلد بناغازاكي ما مات حدا فيها، ليش؟ هالمنطقة الوحيدة
صار يقولوا لان فيها كنيسة القديس فرانسيس. هلا الله بس بيحب هالقديس. في علم اجوا العلماء قالوا ليش انتم ما حدا مات منكم؟ قال نحن عندنا مستشفى مصح، هذا مدرسة منحكم الاطباء ورجال الدين والسياسيين. شو قالوا هودي المرضى، تعال شوفوا شو عم يعملوا، هودي ضحيتنا. بدو مين قلك عن الله؟ عود هون. الله ما بده وسيط. الشمس بدها كبريتي تحكي عنها، مريم نور بدها تدافع عن الحبيب ونقطع عليك راسك، هيدا ترهيب. المسيح بده مين يمثله؟ انا اخوته من الحق. ايه الحق نفسي كم فولو مي او كم فولو يورسيلف، كل واحد يلحق حاله وتركوا الموتى وطعوا معه. شو بيعملوا بهالمصح؟ موجود لليوم، تروحوا بتدرسوا. هيدا أكل، هيدا الأكل اللي بتسموه ماكروبيوتكس، نظام الكون. قالوا له قبل ما توقع عرفنا بدها توقع. شو قالوا للناس؟ ملح ملح ملح، صلت صلت صلت، حطوا صلت. شو بيقول سيدنا الإمام علي؟ بحزن بس شوف قول فيه هيك إسلام وهيك مسلمين. نبدأ بالملح ونختم بالملح. الأرمن بحطوا ملح بالبيت وبالقرانة، ومرة تاني بيجي الخوري على البيت وبيبارك مي وملح وقمح. فإذا نحط هالعلم، أمك الأرض عمتكن النخل. بالعهد القديم الله هو أنكل عم وغيور وبيقتل. ليه سموه هيك؟ ليه حكماء وأولياء وعلماء الشرق الأقصى وقديما حتى باليهودية رجل؟ انتبهوا العلم كيف بيحكي، آب وابن وروح قدس، يعني طائد العرش على الفرش. المسيح في أسباب. كل مرة بتشوفوا شيء ما ننتقد نقول شو هيدا هالخوري وهالشيخ عمل هيك، هيدا انت وانا بتعلم كل واحد منا. بس تشوفوا قلوا علمني علمني، ولكن لا تستطيع معي الصبر. سيدنا موسى ما قدر يتعلم من سيدنا الخضر، بحس بده يسأل متنا ليش هي عمل هيك الخوري، ليش عمل هيك الشيخ، ليش بالفاتيكان كلهم رجال البابا، ليه البابا ما بيكون مرة، ليش المرة ما فيها تأذن، ليش اللي... هذا علم. الكنيسة عندها علم، الفاتيكان في أسرار. بس أنا ما عم بقولكم كلهم بيفهموا أو ما بيفهموا، بس كل واحد عم بيعمل اللي بيعرفه. أنت ما تلتهي بغيرك، أنا شو عم بعمل؟ قصة حلوة كتير للمسيح وقت اللي شايف الناس عم بتصلي عم بتصلي، في واحد قال غفر لي أنا الخاطئ، قال لهم هيدا الصادق. والأرمل اللي ما عنده غير فلس عطيته، قال لهم هيدا كرمة، هي الكرم فلس الأرمل من قلبه ما عنده غير. تتذكروا القصة يلي قال له بدي جوز بنتي لأغنى وأكرم رجل بالمملكة، هيدا جيب كتير وهيدا جيب خيل وهيدا جيب حرير في حجيب عنقود عنب. قال له تعالوا كلهم ها فهمت، عندك عنقود عنبك تتجوز بنتي؟ قال له اللي عنده ألف خيل عنده مليون، واللي عنده عطالة حرير، واللي عطاه عنده أكتر عنده أكتر. أنا ورتين عن بي وعن جدي عريشة وحاملي هالعنقود. وفي قصة حلوة على الموقع عنا التفاحة حلوة كتير، قصة التفاحة كيف واحد برم وراح وإجا وبده يتجوز بنته لأحلى واحد وأغنى واحد، وهيدا بيع هالتفاحات وبعدين افتقر وراح اشتغل واشتغل وصار يرتب سجاد، وبعدين حب بنت واخذها طلعت هي بنت الملك المدروشه. قال له انت اللي اجتهدت باجتهادك عملت هاي. ما بيموت صاحب المهنه، ما بيموت صاحب الكار، بس اليوم ما في الا عار. الكوارة كانت بيت المونه، هلا شوف شو في عندنا. هيدا هلا نحن في انحطاط من القمه الى القاع، بدنا نرجع نطلع إلى القمة. بس أنت طالع بدك توقع بالنار وبدك تنصهر تتصير جوهرة تصير ذهب. بتتذكروا لما الطفل يسوع خليق وزكريا هيك وسماه وعرف أنه ناطرينه، قدموا له مر ولبان وبتعطوا الهدايا اللي إجيت وعطر، وهيك بكل ولادة مميز بتسموا نبي بتسموا مسيح بتسموا البتكنية الأسماء بيحطوا عطر، بيحطوا شو اللبان. ليش الحبيب حب العطر؟
والنساء. شو يعني نساء؟ يعني شو يعني رجل قوام؟ شو يعني طائف أم وأنثى؟ من الصحابات تزوجوا؟ من أعمارهم؟ من أشكالهم؟ ليش؟ شو كان عندهم طاقات وكرامات؟ من نساء النبي؟ ليش مش أمهات؟ ليش نساء؟ وقت اللي بتحطوا هالعلم بتصيروا تفهموا معنى الكلام، بتفوتوا بسكر وبذكر. هيدي الخمرة الحقيقية لما بتفهم وبتقعد وحدك وبتصير تقرأ بتفوت بين الكلمات. فإذا هالعلم منه محطوط على وسائل إعلامنا، ويمكن ما رح ينحط على وسائل الإعلام، لأنه من تجربتي الخاصة معكم 99% من الكلام ما بتفهموه، و95 بتسبوني وبترجموا وبتبعتوا كلمات يا لطيف. طول بالي أنا وبصير بجاوبكم، وفي منهم بيعتذروا اعتذار بتكبروني فيه بقلبي، كيف فيكم تعتذروا هيك؟ بيكونوا أخذين شخصيات رجال وهو مرأة، أو مرأة أخذت رجال ومن أي بلد، وبعدين بيقول لي أنا بي فلان، وبتقول لي وحدي أنا زوجي فلان. الاعتذار مهم كثير، اللي بيعرف يعتذر معناته استفرغتي. بس مش دايما الإنسان، أنا مني الإمام علي يعني، طول بالي على قلة الأدب، برجع بقول في شرق وغرب وبرحل. الأنبياء رحلوا، إذا بدنا نضل بهالعلم ونكون موجودين بأمة العرب جماعة لازم يكون عندنا أدب. هلأ كثير أوقات بيجيني مسبات بحولهم على هيلمي فاطمة جاوبي، بتقول له أنا كنت مثلك، أنت جاوبي على جاوب لي إياهم، ما بقدر أنا جاوب. قول هلأ صار في معنى أخوة بتجاوب، خاصة بالعربي. الكمبيوتر عندي ما بيطبع عربي وما فيني أحكيك بلغة ما تفهمها. فإذا ننتبه نرجع نتعلم هالعلم، منه موجود بمدارسنا، مش موجود بالبيت ولا على وسائل الإعلام ولا بالمدارس وبالجامعات وبالحضانات وبالحضن، وما بقى في أم وما في بي وما في إنسان وما في ذكر، حتى الحيوان ذكر، في أفراد، كل واحد هو بيعرف. انتبهوا، انت مسؤول عن ابنك. هلأ عم بيقول لي كريم هيدا الفريز، كل الفريز مرشوش نفتالين، طعمه ابنه وشاف، لأنه ابنه بيأكل من الأرض. انتبهوا هلأ بموسم الفريز، الفريز من الفواكه المسموحة بالميكروبايوتيك، نادرا ما يسمحوا فيكها، بيسمحوا بالفيكها. شوفوا شو بتشبه، كثير منيحة للقلب، بس ولا تلونه، عم نغش كتير. هلأ بلشوا بدهم يغشوا بالبطيخ، انتبهوا، كانوا يحقنوه أدوية تيحمر. بدنا بطيخ في بذر، كل شيء بدنا ناكله مثل ما هو طبيعي في بذر. كل الخضرة الفواكه اللي بتشوفوها وقت اللي بجيبها معي لهون على الاستوديو من حمينة، من منطقة نحنا بنعرفه من الدكتور تشارلي نخو، وبتمنى انتو مرتك ترجع على لبنان، انتو من لبنان. أمريكا عم بتكرمكن وولادكن هونيك، ونحن هالناس اللي عندهم هالعلوم ترجع على حمانه وعلى مستشفى هملي يلي حملتنا كل هالعمر، ما بدنا نهمله لهملي. هني أول ناس اللي عم بيعملوا هلأ هالعنب، عصير العنب فيكن تمسحوا فيه الوجه، فيكن تحطيه على شعري، مثل ما بناكل من جوا فينا ناكل من برا. أنا بتمنى من دينا شعبين ما تترك لبنان، هالعلماء بهالبلد كرمون حتى ما يرحلوا. الدولة ما رح تكرم، ما في شي دولة، في إنسان، ما في لبنان، في إنسان. بس قلن أنا أخذ أغراض من عندينا على أمريكا وهيك، ضعت منا بالمحلات، ببيت السلام وعندها، أروما في. بي قال لنا نحن عرب ومسلمين بترجعي على لبنان، كان قدر تضل بإنجلترا ببيت الملكة، وبفانكوفر بكندا وبأمريكا، رجعت وتجوزت وصار عند أولاد ومبسوط. بس هالناس الأوادم اللي عم بيقدروا يعملوا مزروعات من خبز، من خضرة، من فواكه، من رش بالقوض بالبيت بالسحر، من أعشاب، انتوا بصيروا تعرفون، ما تروحوا لوين ما كان. انت إذا ما بتعرفي ما تروحي، سألي للعشاب اعطيني دقلك، هيدا حزب يسموه حزب الشفقة، هو ما بيعرف، انت ما بتعرف. اثنين عميان كتار منكم قالوا لي مريم عم ندفع ألوف الدولارات وعم ننضرب من فلان ومن فلان ومن فلان، الحق عليكم. المسطول بيروح عند المسطول، الغبي عند الغبي، الأعمى عند الأعمى. اثنين عميين على شو مبسوطين؟ ما زلت اثنين عميين ليه فرحانين؟
كيف بدكم تروحوا؟ بدكم بلشوا تقروا أول كتاب، بلشوا تقروا الثورة، الخفية، إصرار، أي كتاب مريم نور، موقع وي لاف سوريا، وي لاف لبنان، وي لاف، حطوا مريم نور أونلاين، مواقع كتيرة، وقعوني بشي موقع. ساعتها بتطلعوا على القمة، بتصيروا تفهموا العلم فريضة. بدنا نرجع نقرأ، اقرأ. وهو النبي، هو طلع على الجبل، ما قال له للجبل تعا عندك إجرين، طلع على العلم، روح على المغارة، اقعد بالغار. تعرفوا كلكم إنه المسيح تجرب لفرجيت إنه الشيطان موجود، ولو ما تجرب ما هو كيف عرف يجاوب؟ لأنه المسيح. فإذا بدنا نحكي صرنا عن السحر والحسد والشيطان حقيقة. خبرتكم ما كنت بدي أحكي بهالعلم لأنه واسع كتير، ولأنه مثل قصص الحياة ما منعود نسكن شو صار معي وشو صار معي، كلنا منتجرب. إذا في واحد مسحور قال له بالبصرة وقعيت، أنا كلنا مسحورين، والشعوذة والسحر والحسد موجود عند ناس أقل من غيرهم، وفي ناس بينصابوا أكثر من غيرهم. فإذا موجود السحر تكون فيه ذكر، دايما بذكر على طول يا مريم، بدنا نضل نذكر الله مثل الموسيقى خلف الكلام. كيف هلأ في موسيقى؟ كل الموسيقى اللي بيحطوها هون الشباب هيدي كلها بتفك شيفرة وبتفك سحر. فإذا بدكم موسيقى نعم، بدكم أذان نعم، حطوا بالبيت، تشتحوا من إجركم برا، ما تفوتوا وتحطوا صرمية بالبيت، ما تحطوا أحذية. نحن إسلام ومسيحية بلبنان قديما، تشتحوا من إجرون وبيفوتوا. ما كان بيت الخلق، ما كان الحمام بالبيت، كان برات البيت أو تحت البيت مع الإسطبل، ما كان حدا يقوم بالليل. هلأ ليل نهار عنا تبول لا إرادة، وعنا خروج لا إرادة، وصرنا كنا صغار كبار رح نتحفظ لأنه بعدنا عن الأرض. فإذا نرجع نشوف أمكم الأرض وعمتكم النخلة، ومن الأرض بنتعلم ندوس الأرض ونبوسها، ونعرف إنه بدون أرض ما في عرض.